أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه
ويخلد فيه مغادا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وما تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما لم يخروا عليك صما وعميانا ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. والذين أعين
فيما احكم وقلت قولك الحق انك على كل شيء قدير. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة انزلت من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا وعليكم فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ محمود النجار القارئ المعروف بجمهورية مصر العربية والمقيم بهذه البلدة. كل ما تقدم بالعزاء كان السعي مشكور والبقاء لله وحده.